كريستيانو رونالدو: إذا فاز ميسي بالكرة الذهبية سأعتزل وأرى نفسي في باريس سان جيرمان. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. هدد النجم كريستيانو رونالدو بالاعتزال إذا فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية في اعتراف مثير تم الكشف عنه مؤخرا، رغم أن البرتغالي أدلى به في عام 2019. صدر يوم الأربعاء سيرة ذاتية للنجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عام، وعندما جلس المؤلف تيري مارشاند مع رونالدو في عام 2019 لصياغة أفكار للكتاب، كان مهتما بشكل أساسي بطفولة الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات وعائلته وأصدقائه، ولكن رونالدو انتهى به الأمر بترك بعض الكلمات التي تشير إلى ميسي، وانتقده لقضاء مسيرته بأكملها في برشلونة بعد فترة وجيزة من رحيله عن ريال مدريد إلى يوفنتوس. السيرة الذاتية التي نشرتها لكيب ترى أن رونالدو يقول: من السهل البقاء في منطقة الراحة الخاصة بك عندما تكون ناجحا، مضيفا: لقد جازفت بالمجيء إلى تورينو، لقد غيرت الأندية والبطولات وثقافة كرة القدم وخاطرت، أنا متأكد من أن هذه المخاطرة جعلتني لا أفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2018. فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية في عام 2019 متفوقا بصعوبة على قلب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك، واحتل رونالدو المركز الثالث حيث حصل منافسه الأرجنتيني على الكرة الذهبية السادسة. وفي النهاية بعد عامين من انتقادات رونالدو غادر ميسي برشلونة في عام 2021 لينضم أخيرا إلى باريس سان جيرمان. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.